ذريح المحاربي اجى الى الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال له يا ابن رسول الله، عندما اذكر الى اولادي الى ابناء عمي الى ارحامي فضل زيارة جدك الحسين يهزؤون بي. تعال روح لزيارة الحسين يهزؤون بي. قال يا ذريح، دع الناس يذهبوا حيث شاءوا وكن معنا. ما عليك بهم، خلي يهزؤون. انت اذا تعتقد انك على الحق فلا تبالي باستهزاء المستهزئين. ثم من الذي يستهزئ؟ من الغربيون يستهزئون؟ ابدا. الغربيون عندهم قضية عيسى المسيح وشوف شي يسوون بيها، في حين احنا نعتقد ان المسيح ما قتل. القرآن الكريم يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، هم يعتقدون انه قتل. ليه نهارهم يذكرون مصابة؟ وشوفوا بعض الافلام شنو تبين عن المسيح وماذا يصنعون وماذا يبذلون من دماء، بل الصليب على صدور رجالهم ونسائهم ليل نهار. هذا شنو معناته؟ معناته لا نذكر مصاب، لا نترك مصاب المسيح ولا ننسى مصاب المسيح. ليش يهزؤون؟ هم عندهم نفس هذا الشيء. نعم بعض ضعاف النفوس هو يحس بضعف وانهزامية في داخله فيحاول أن يعبر عن رأيه على لسان الآخرين. لا ما يحتاج. إذا تقول استهزاء أن بعض المذاهب الإسلامية غير أتباع آل البيت يستهزئون بينا، هذول بعض المذاهب مو يستهزئون بشعيرة التطبير، بكل شعائرك يستهزئون. هذه احنا نصلي على التربة، قائمين قاعدين ذول يعبدون الحجر، احنا الآن مجتمعين هنا على قضية الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وعدنا اللطم، وعدنا هذا الزنجيل الصنقل، وما أدري غيره وغيره وغيره، بكل هاي يستهزئون. هل يعني ذلك أن نرفع اليد عن كل هذه نزولا عند رغبتهم؟ أصلا بكان على الحسين هم يستهزئون به ويرونه شركا، بعضهم طبعا يرونه شركا وخروج عن الدين. في ماذا ترضيهم؟